معايا عبر الهاتف الان ادواردو جورانجو او عبر زوم ادواردو جورانجو الصحفي السابق بكيت اس الاسبانيه وحاليا هو مدير تحرير جريده لازورن الاسبانيه وهو واحد من الصحفيين يعني اللي يعرف محمد صلاح جيدا او يعني المهتم باخبار محمد صلاح بشكل كبير جدا. ادوارد مساء الخير، مشرفني ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. اشكرك على هذا الترحيب، كل الشرف لي لتواجدي معكم اليوم. في رايك ما يدور حول انتقال محمد صلاح الى اتحاد جده السعودي، هل تتوقع انتقاله الى الدوري السعودي ام الانتظار او البقاء مع ليفربول لموسم اخر؟ لدي معلومتين. محامي صلاح صرح أن صلاح سيبقى في ليفربول، ولكن على جانب آخر سمعنا عن الوفد الذي وصل للتفاوض مع صلاح، ويتردد أن هذا الوفد عازم على إقناع صلاح بالانتقال إلى اتحاد جدة. دي معلومة النهاردة كمان نشرت عبر ديلي ميل الإنجليزية. هل تتصور أنه ممكن اتحاد جدة يوصل بالعرض ل 200 مليون يورو فعلا لشراء محمد صلاح؟ ولو وصل ل 200 مليون يورو هل تتوقع موافقة ليفربول على هذا العرض؟ موافقة ليفربول على هذا العرض فعلا؟ أنا أتحدث مع أصدقائي في السعودية، هناك ضغط كبير ورغبة كبيرة للحصول على صلاح كلاعب في الاتحاد، وهناك جهد كبير مبذول في هذا السياق، ولكن اللاعب وزملائه صرحوا أنه باق في ليفربول، ولكن من يعلم ماذا نسمع بعد ذلك، ربما ينتقل. ولكن الآن الخبر الرسمي الذي وصلني هو أن صلاح يريد البقاء في ليفربول، ولكن المفاوضات لم تنتهي بعد وهي مستمرة. في رأيك لماذا لم ينتقل محمد صلاح قبل تجديد تعاقده مع ليفربول لريال مدريد أو برشلونة في أسبانيا، علما وأنه من الدوريات اللي كان بيحبها محمد صلاح؟ يتحدث دائما عن عشقه وحبه لأحد الناديين سواء برشلونة أو ريال مدريد، لماذا لم يتفاوض برشلونة أو ريال مدريد لضم صلاح؟ في لقائي مع صلاح قال لي أنه لديه رغبة كبيرة في اللعب في مدريد أو برشلونة، ولكن الموقف الاقتصادي في برشلونة صعب ولا يسمح بتغطية تكلفة صلاح، وبالنسبة لريال مدريد كان الرهان أكثر على فينيسيوس. ولكن الانتقال صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة ربما يكون خيار ولكنه غير متاح اقتصاديا. طيب، في لقائك السابق مع محمد صلاح وأصبحت مقرب منه في إطار هذا الحوار، هل تتوقع أنه صلاح ممكن في ظل إغراءات مالية كبيرة في الدوري السعودي أو من نادي الاتحاد تحديدا يقبل الرحيل عن ليفربول لو القرار بيده؟ حينما كنت مع صلاح أعتقد أنه يقدر أكثر الرياضة أو الجانب الرياضي، بالطبع الجانب الاقتصادي مأخوذ في الاعتبار ولكنه ينظر أكثر إلى الجانب الرياضي. هو شخص صاحب مبادئ وانتماء. أكرر أن في السعودية تتردد أن المفاوضات مستمرة، ولكن صلاح أكد أنه سيبقى في ليفربول. هناك فرص مادية عديدة ولكن الحصول على ضعف الأجر وعدم الشعور بالرضا لا يناسب شخصية صلاح.
عايز اسالك سؤال يخص الدوري السعودي بشكل عام، هل تتوقع ان الدوري السعودي اصبح منافس كبير للدوريات الاوروبيه، ام ما زالت الدوريات الاوروبيه الكبيره الخمسه الكبرى محافظه على مكانتها كدوريات العالم كله يهتم بها؟ سألت هذا السؤال بالأمس لمديري و لكن في الوقت الحالي ربما لم يبلغ الدوري السعودي مستوى المنافسة، ولكن في المستقبل ربما يدخل دائرة المنافسات. ربما تزداد التعاقدات في يناير، ولكن دعنا نرى ماذا تكون الإجابة على هذا السؤال في شهر يونيو القادم. المشروع الذي تتبناه السعودية مشروع مثير للاهتمام، ولكن الأمر يحتاج إلى الوقت. ويعتبر يعني يتوقع أن تحدث هذه المنافسة في المستقبل. طيب، في سؤال سايبه لي الختام، وهو سؤال في كثير من الفضول مني شخصيا، يعني كيف أجريت هذا الحوار مع محمد صلاح؟ كيف حصلت على موافقته؟ ما كانت كواليس هذا الحوار الشيق جدا؟ لم يكن من السهل الوصول او الحصول على مقابله مع صلاح. عملت لقاءات مع كارباخال ولاعبين اخرين، ولكن كان من الصعب اللقاء صلاح. اللقاء معه والحديث مع صلاح كان حديثا عميقا، و أعتقد أنني سأشتاق إلى صلاح في أوروبا إذا ذهب إلى السعودية. لا أعتقد أن المال هنا هو العامل أو هو العنصر الأساسي. شخصيا وببساطة كشخصية وكرياضي أبهرني الحديث معه، وتحدثنا في كل الأمور التي رغبت بالحديث فيها. هو لاعب عندما أعتزل الصحافة أعتقد أنني سأندم على عدم رؤية صلاح يلعب في إسبانيا، وربما أنا يعني لست سعيدا ألا أرى صلاح لاعبا في إسبانيا. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذا الحوار، إدواردو جورناجو الصحفي السابق بكيت اس الإسبانية وحاليا مدير تحرير جريدة لازورد الإسبانية. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.